ينضم إلي السيد عماد الدين المنتصر من مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان. سيد عماد أهلا بك، لو تطلعنا أكثر عن يعني إلى أين وصلت هذه الدعاوى المرفوعة ضد حفتر في الخارج، خاصة مع ورود أنباء أن محكمة أمريكية يعني استدعت حفتر أو أصدرت أمر استدعاء لخليفة حفتر. مرحبا بك وبكل المشاهدين. القضية التي رفعت في ولاية فيرجينيا الأمريكية هي إحدى الخطوات التي قمنا بها نحن وغيرنا من أجل ملاحقة خليفة حفتر، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الأوروبية أو هنا في أمريكا. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، نحن تابعنا مع هذه المحكمة منذ سنوات، ولكن كما عرفنا مؤخرا وزارة العدل الليبية في طرابلس لا تريد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحجة أن القضاء المحلي قادر على ملاحقة المجرمين، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه المحكمة الجنائية الدولية لا تكون لها الولاية إن ادعت المحاكم المحلية قدرتها على الملاحقة، فهذا يعرقل عملنا كثيرا، ونرجو من حكومة الوفاق إعادة النظر في موقفها هذا. أما بالنسبة للقضية في ولاية فيرجينيا فهي قضية مدنية قام برفعها مجموعة من الليبيين الأمريكيين، وتستند على القانون المحلي الأمريكي الذي يسمح بالضحايا بمحاسبة أي شخص أمريكي الجنسية ثبت قيامه بجرائم تعذيب أو جرائم حرب، فلهم أن يقيموا أو يرفعوا قضية مدنية على مثل هذا الشخص في المحاكم الأمريكية، وهي قضية مدنية أي أن الهدف منها هي إلزام المدعي عليه بتعويض الضحايا، هي ليست قضية جنائية، لا يصدر عنها أمر اعتقال أو سجن، بل هي قضية إن نجح المدعي فيها يكون لهم حكم بالتعويض. القضية الآن تنتظر إثبات وصول هذا الإخطار لخليفة حفتر، هذه خطوة قانونية مهمة جدا، لا يمكن للقاضي أن ينظر في القضية بدون إثبات وصول الإخطار القانوني لخليفة حفتر، فأعطى القاضي مهلة لمحامي الادعاء حتى يتم توصيل هذا الإخطار، وفي 4 ديسمبر سينظر القاضي إن حصل هذا الإخطار أو إما أن يعطي مهلة جديدة أو أن يتخذ قرار برفض القضية مرحليا حتى يتم حتى تتغير الظروف ويتمكن المدعي من إيصال هذا الإخطار. شكرا لك على التوضيح سيد عماد الدين المنتصر من مؤسسة الديمقراطية حقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف.